تسعة أو تسعة؟ تسعة. يعني نقول إن شاء الله نختار منهم خمسة اليوم؟ ما يندي تقريبا. يلا خلونا نشوف أولى المتسابقين في المجموعة الثانية. حياك الله. وعليكم السلام. أو قبل خليك بس أنا بروح لخالد. خالد يا مرحبا. يا مرحبا. صبحك الله بالخير والرضا والنعيم يا حبيبي. الله يصبحك بالخير. أصبح عليك وأصبح على اللجنة، لجنة التحكيم. هذه المرة الثانية أنت وعز، أنت وعز سويتوا العشاء ونسيتونا اليوم. أم عاد لا والله وديت داخل إعداد. أنت وديت الكنترول. إيه وديت الكنترول داخل. أهم شيء داخل. ربعك والمتسابقين الجدد نسوا اللجنة اليوم. والله أني أشكرهم كلهم. إي والله بيض الله وجيهم اليوم بدع والصدق. انت اللي والله بدعت وما قصرت. الله يطول بعمرك يا ابو كليب. الله يطول بعمرك. ضبطت الامور اليوم. الله يطول بعمرك. كل شيء قلتوه اليوم سواليف واناشيد وشيلات وعشاء. انا اقول اليوم تبي تحترون، انا لو علي قبلتهم كلهم والله. تبيهم كلهم؟ والله العلي العظيم كل الرجال فيهم بدع والله، بيض الله وجيهم. طيب اليه عاد من عندكم. احنا ودنا والله فيهم صح. كلهم، ولكن ممكن نختار منهم واحد بس، ايش رايك؟ صحيح عاد حقكم، ما اقدر اقول شيء. انت كنت تتوقع كم انت؟ انا على نفسي اتوقع فوق خمسة صدق. خمسة ستة. ايه ايوه. انت يعني اليوم صريح بزيادة، يعني ما قلت كلهم مثل امس مثل عز ومثل لا عاتل. لا وش قلت كلهم. انت تتمنى تتمنى كلهم. انا اتمنى كلهم الصدق، بس اتوقع خمسة تقبلون. يلا ان شاء الله انهم كلهم، واذا الله. طلعنا معهم بخمسة ان شاء الله فالهم التوفيق، وكلهم ان شاء الله حيكونوا معنا في قائمة الانتظار. يعطيك العافية خالد. الله يعافيك. الله يعافيك ونتوكل على الله. عرف بنفسك ومرحبا فيك. فارس مبارك الحربي من مدينة الخبر. فارس. اي نعم منشد واحيانا نصير شاعر.